الدبابير الأسيوية العملاقة، هل هي بالفعل قاتلة كما يزعمه البعض؟ تابعوا معنا لكي تعرفوا الحقيقة. وصلت بالفعل الدبابير الأسيوية العملاقة إلى كل من إسبانيا وأمريكا، مما أثار مخاوف الدولتين هناك، خاصة بعد مصرع رجل يبلغ من العمر 54 سنة في شمال غرب إسبانيا، بعدما تعرض للدغة دبور في حاجبه عندما كان يحاول الاقتراب من خلية نحل يملكها. بالإضافة إلى رصد الدبابير الأسيوية العملاقة بكل من كندا وأمريكا أول مرة في شهر ديسمبر من السنة الماضية، وتوالى الأمر بعد ذلك عند التوصل بشكاية من أحد مربيي النحل بولاية واشنطن مطلع الشهر ماي من السنة الجارية، مؤكدا عثوره على أكوام من النحل الميت ممزقة الرؤوس في مزرعته، والتي من المحتمل أنها تعرضت لهجوم دبابير أسيوية عملاقة أو ما يسمى بفيسبا ماندارينيا حسب وكالة الأخبار الأمريكية CNN. وتزامن ذلك الخبر مع تناقل عديد صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تظهر أشخاص في حالة فزع وضع كبير، وهناك منهم من مستلقي على الأرض لا يتحرك على أساس أنهم تعرضوا لهجوم دبابير أسيوية عملاقة كهذا الفيديو. لكن في الحقيقة هذه الأخبار كلها زائفة، فمثلا هذا الفيديو تم نسبه للولايات المتحدة الأمريكية، يظهر من خلاله أناس بدون كمامات ومتواجدين بكثرة في الشارع العام، وهو ما يعني أن هذا الفيديو قديم، أي قبل وباء كورونا، حيث أصبح ارتداء الكمامات أمر إجباري في كل دول العالم. كما أن هذا الفيديو يعود لدولة نيكاراغو وهي مستعمرة إسبانية السابقة توجد على البرزخ الجغرافي الرابط بين القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية، والتي تحدها من الشمال الهندوراس ومن الجنوب كوستاريكا. أما الفيديو الثاني فهو يظهر أشخاص مستلقين على الأرض، ومنهم من يسقط دون حراك، وتم نسبه لكل من الهند وإيران والصين وباكستان، غير أن هذا الفيديو يعود لتسرب غاز كيميائي لوحدة صناعية بالهند تابعة لكوريا الجنوبية، نتج عنه عديد الضحايا، وقد جرى ذلك فعلا في فترة الحجر الصحي ولا علاقة له بهجوم الدبابير، وهذا ما أكدته جريدة أنفو فرنسا الفرنسية على تدوينة في تويتر، وكذلك جريدة التايمز الهندية في موقعها على اليوتيوب. وإذا كانت الدبابير الأسيوية العملاقة قد انتشرت في دولة نيكاراغو فعلا، فإنه حسب الخبراء فهذه الدبابير لا تشكل خطرا على الإنسان ولا يمكن أن تقتله إلا إذا تعرض لعدة لدغات، وهو على الأرجح ما وقع للضحية الإسباني في منطقة غاليسيا. وتتواجد الدبابير بمختلف أنواعها منذ القدم، كما هو الأمر بالنسبة للصين واليابان والهند التي تعرف تواجد هذه الحشرة بشكل كبير، والناس في تعايش معها دون أي مشكلة، رغم أنها تقتل في اليابان سنويا حوالي 50 شخصا. وكذلك سبق وأن توفي في الصين سنة 2013 40 شخصا جراء لدغاتها. وهناك مئات أنواع الدبابير وفصائلها وتعيش في كل بلدان العالم، إلا أنها تختلف من منطقة لأخرى، وأهمها الدبابير الأسيوية الأوروبية المهجنة والدبابير الأسيوية العملاقة أو ما يسمى بالفرنسية فيسبا ماندارينيا جابونيكا، وهي لا تهاجم الإنسان إلا إذا شعرت بالخطر كالاقتراب من عشيرتها أو في حالة وجود رائحة عطرية قوية. وتتميز الدبابير الأسيوية العملاقة عن باقي الدبابير المتواجدة في كل دول العالم بطول حجمها الذي قد يصل إلى 6 سنتيمترات، ولها إبرة قد تصل إلى 5 مليمترات، ويحتوي فكها السفلي على السن تفترس بها، ومعروفة بشهيتها المفتوحة دائما للالتهام. تعيش في الغالب بشرق آسيا واليابان، وتوجد مثيلتها في إفريقيا وأوروبا. وهو أمر عادي إذا ما صادف الإنسان دبور ولا يدعو للقلق، فإذا كانت لدغة دبور قد تقتل فإن لدغة النحل هي الأخرى يمكن أن تقتل. ففي المغرب مثلا يوجد نوع من الدبابير وهو الزنبور الأصفر كما توضح الصورة، فمن منا لا يعرفه ومن منا لم يتعرض للدغاته، غير أنه أقل عدوانية من الدبابير الأسيوية العملاقة.
وأقل حجما بالمقارنة معها. ومن مميزاته أنه لا يتحرك على شكل جماعي. ويحذر الخبراء من خطورة انتشار دبابير الأسيوية العملاقة على ملايا الحشرات البرية الأصلية التي قد تتعرض للإبادة جراء تغذي الدبابير الأسيوية عليها، خاصة النحل وجبتها المفضلة، إذ يقوم بافتراسه وتمزيق رأسه، وهو الأمر الذي يحدث في الغالب خلال نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث تقوم هذه الحشرة بجمع البروتينات وتخزينها لفصلة البرد، ويتزامن الأمر مع التناقص التي تعرفه أعداد النحل في العالم. وإذا كانت الدبابير الأسيوية العملاقة لا تشكل خطرا على الإنسان، فإنها عكس ذلك تماما بالنسبة للنحل، والذي يلعب دورا مهما في الحياة والتوازن البيولوجي للأشجار والنباتات. ففي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها يساهم في تلقيح حوالي 75% من الفواكه والخضروات. لكن الأمر الغريب في هذه الواقعة هو كيف وصلت هذه الحشرة من شرق آسيا إلى أمريكا، وهل يكون الأمر حدث فعلا عن طريق الخطأ وانتقلت في إحدى حاويات الشحن من بلدان شرق آسيا إلى أمريكا، أم أن لهذه الحشرة قدرة عالية على الطيران والتنقل لآلاف الكيلومترات من قارة لأخرى؟